طبعا موضوع الاستثمار في البورصة هو موضوع مهم بعد التضخم اللي حصل وبعد التخفيض في الجنيه المصري، فكل الناس بتدور انها تستثمر. بس سؤالنا ليه نستثمر في البورصة؟ طيب حضرتك جاوبت على السؤال لما حضرتك قلت التضخم. هو أنا أهم حاجة دلوقتي الناس كلها بتحاول تتحوط منها هي التضخم. ببساطة التضخم يعني حاجة أسعار بتجري، الدنيا بتتحرك بسرعة، إحنا محتاجين نتحرك بنفس السرعة دي، وياريت كمان لو نقدر نسبقها. فعشان أقدر أسبق التضخم ويبقى أنا الفلوس بتاعتي أو مدخراتي التضخم ما بيأكلهاش، نستثمر في البورصة. البورصة الحقيقة الفترة اللي فاتت عملت أرباح، عملت عائد. لو إحنا قلنا التضخم مثلاً ممكن يكون 40% 50%، البورصة في أوقات عملت في الفترة اللي فاتت عدت 80-90% أرباح. فده يكون أحسن تحوط ضد التضخم. يعني الاستثمار في البورصة بيساعد الناس إنها تحافظ على القيمة النقدية وتتحوط من أي تخفيض في قيمة الفلوس نتيجة للتضخم. مظبوط، هي مش تحافظ بس، لا بتحافظ وبتزود كمان القيمة بتاعت المدخرات بتاعتهم واستثمارهم. طيب في استراتيجية للتعامل مع البورصة علشان الناس تقدر انها تحقق أرباح زي ما حضرتك بتقول؟ البورصة ليها كذا استراتيجية، أهمهم هي في استراتيجية طويلة الأجل وفي استراتيجية قصيرة الأجل. قصيرة الأجل دي اللي هنبدأ بيها دي محتاجة بيبقى شوية المستثمر محتاج يكون على دراية بالسوق كويس وعلى دراية بالتقلبات اللي موجودة في الأسعار، وده بيحتاج منه إنه هو يبقى متابع بشكل يومي. ده بيقدر يبيع في الأوقات اللي بيبقى السوق في حالة صعود وبيشتري في السوق في حالة هبوط. الاستثمار الطويل الأجل ده بيبقى أسهل شوية، هو المستثمر بيشوف شركات أرباحها كويسة، شركات ليها قيم عادلة أعلى من أسعار السوق، وبيشتري في الأسهم دي أو في الشركات دي وبيفضل قاعد لمدة مثلا ممكن نقول على الأقل سنة. ده بيعمل أرباح، طبعا بتبقى أرباح قوية جدا، ومش مطالب منه أن يبقى متابع بشكل يومي السوق. يعني حضرتك بتوضح الاستراتيجية هي اللي هيتم التعامل عليها في السوق سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. لو ابتدينا في قصيرة الأجل دي بتبقى أقل من سنة، طويلة الأجل لها سنة فيما فوق. سنة فيما فوق مظبوط، دي طويلة الأجل، والقصيرة أقل من سنة. بس تاني احنا بنقول إن القصيرة محتاجة من المستثمر إن هو يبقى متابع بشكل يومي عن المستثمر اللي هيبقى طويل الأجل، لأن المستثمر طويل الأجل بيحط الفلوس في شركات زي ما قلنا شركات ليها قيم محترمة وبيفضل مستني لمدة طويلة. القصير الأجل ده بيعتمد أكتر على تقلبات السوق، فإمتى يشتري في نقطة الشراء وإمتى يبيع في نقطة البيع. طب لو حد عايز يبتدي أنه يستثمر في البورصة يبتدي رحلته الاستثمارية دي إزاي؟ لو حد عايز يستثمر في البورصة طبعاً إحنا عندنا EFG هرماس، عندنا الأبليكيشن أونلاين أبليكيشن، وعندنا طبعاً فروع بتغطي الجمهورية كلها، وعندنا مديرين حساب بيساعدوا المستثمر سواء لمستثمر قصير الأجل أو مستثمر طويل الأجل. مش شرط إن المستثمر يبقى يعني ذو خبرة بالبورصة خالص، هي الأبليكيشن سهلة والمديري الحساب هم بيشرحوا للمستثمر كل حاجة، بيقولوا له الأخبار بتاعت السوق، الأخبار الأسواق العالمية، الأخبار الاقتصادية في مصر، الأخبار الشركات، الأرباح الخسائر، التحليل الفني للشركات وهكذا بيساعدوهم. أنا عايز بس أستفسر أكتر على الأبليكيشن اللي حضرتك بتقول عليها، هي مجرد لتنفيذ العمليات شراء أو بيع ولا برضو بيبقى فيها معلومات بتفيد لاتخاذ القرار؟ لا، أبليكيشن بتاعت EFG هرمس 1 فيها تنفيذ وفيها معلومات وفيها كل حاجة يقدر المستثمر يبقى محتاجها. يعني ممكن يدخل على الأبليكيشن ياخد المعلومات ويقدر ياخد القرار ويقدر ينفذ. يقدر ياخد القرار ويقدر ينفذ لوحده، يقدر ياخد القرار ويخلي حد ينفذ له، كل ده متاح للمستثمر.